السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ادم؟ عاملين ايه؟ طبعا يا جماعة في حاجة تحزن. الديك مات، الديك اللي كان معاهم مات. عايزين نشوف الديك. طبعا احنا هندفنه ولا نشوف هنعمل فيه. اهو الديك، الديك مات. مش عارف بقى مات من عينيه ولا من ايه. الديك مات، حد يقول لي ليه؟ ما اعرفش. طبعا انا كنت كل يوم بطلع اخذ من اكل من مرتين لثلاث مرات وما فيش حاجه، يعني وجعته قلت اذبحه خلاص، لكن جيت لقيته ميت في الطبق في حل من هنا اهو، قمت شايلها وخلاص. بس تقريبا في سبب، في حاجه موتته، مش هيكون من باب الطاقه كده، في حاجه كده عملته. الفرخة دي مش عارف مالها بردك، عملت كده. عامة يا جماعة انتوا شوفوا، انتوا بصين على الفراخ اهو، افتح لكم لو في حاجة، في حاجة نبهوني عشان انا ما بفهمش والله، نبهوني كده قولي لا ده مثلا ده في كذا كده. لكن انا شايف ان هم حلوين، دول شخوا علي الفراخ، شخوا عليهم فنضفتهم بالعافية. ودول ما شاء الله لسه منضف بردك العشة امبارح. العشة بصوا هتلاقيها نضيفة، لسه منضفها امبارح. طبعا انتوا مفكرين تنضيف العشة ده بيبقى سهل، في ناس بتكون مربية عين عينين فايه بالنسبة لها سهل. احنا كمربين بصوا كم عشة كبيرة هنا انا ما بنضفلهمش خالص، هنا اللي بيقع ينزل على الارض على طول فبكنسه بس. فبس كده، في حد يوجه لي رساله يقول لي الديك ده مات ليه، ايه السبب؟ فانا عن نفسي زعلت ليه، لان الديك ما يكونش فيه اي حاجه ويموت على حاجه تافهه. الديك بيموت على حاجه تافهه يا جماعه ليه؟ ما اعرفش. بس هي دي الرساله اللي عايز اوجه لكم، ايه بقى الحاجه دي وحاجه تافهه زي ايه؟ يعني وجعته ام ميت يا عم؟ ايه ده يا عم؟ هو حد كلمه؟ تمام، احنا بناكل حمام وقت الظهر بعد اللي هو بقى يعني الظهر جدا، هتلاقي الشمس جت عند الحمام. لسه ما جتش اكل حمام، الشمس جت عند الحمام استنى ما الشمس تمشي واكل حمام. وبعد ما يعني الدنيا تروق، يعني بعد ما الشمس تمشي من السطح خالص اشوط الاكل. فهمت حاجه؟ يعني دلوقتي الشمس ضربه في العشاء، استنى ما الشمس تروح اكل حمام. اما الشمس تروح عند العشاء اكل حمام، يعني عامه اكل حمام وقت ما يكونش في شمس واستنى ساعه وبعد كده شيل اكل وبس. يا معلم احنا كده كده هنحط اكل الفراخ. ما اعرفش هم مات ليه، زعلني. انت بتاكل الزبل من الارض يا معفن، بتاكل الزبل يا معفن، ولا بتاكل الزبل من الارض يا معفن ليه كده؟ انا عملت لك حاجه، ده انا حطيت لك الاكل وان شاء الله احط لكم اكل اهو. استنوا بس انزل اجيب الاكل احضره لكم، هطلع احط لكم. تمام، ما تنسوش بقى تحطوا لايك واشتراك للفراخ مش للحمام. استنوا انزل اجيب الاكل واطلع لكم تاني. سلام. الاكل بتاعهم اهو، بصوا هم اتجننوا، مش عارف طبعا انا احطه لهم وارجع لكم. ثانيه هجيب الاكلتين وارجع لكم تاني، هنضف طبعا الاكلتين دول وارجع لكم تاني. بصوا الحركه دي، وادي كده انا حطيت اتنين اهو، حطيت الاكلتين واحده هنا واحده هنا عشان ما يكونش ولا حرم ده ولا حرم ده. ما هو كده بقى معانا تلات فرخات وديك رومي، مش ديك يعني ديك عادي. يلا الحمد لله. والشويه دول اللي هيتفض يعني اللي هيخلص هنحط له. تمام. انا عندي زغطه مش عارف جاي من ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نجرب نحط شويه كده الحمام، اختبار الحمام. ايه ده الحمام بياكله؟ مش مصدق ازاي. طب شويه كمان، الحمام بياكله يا جماعه، اللهم صل على النبي. الحمد لله شوالت بقى من الفراخ، حطينا من الحمام بس. حط شويه لدول، حط لهم شويه كمان. هما لو دقوها هيعجبهم،
العيش المبلول كل ده حلو، واللي فوق بردك بياكله ما شاء الله. بس وبس كده الدنيا سهلة. كله هياكل الحب دول بردك. ايه نحط لهم بس كده يا جماعة، نكون حطينا لهم شوية الاكل اللي هم كانوا هنا، ونبدأ بقى ننضف الارضية دي كده. هنبدأ بالجزء ده كده ونشيل السكاكين والكده كل ده حاجة، هنوقع ونجيلكم. يلا بينا. بص يا جماعة كده نكون خلصنا كل حاجة، نضفنا الصفحة اهو، كل ده نضف، كل عند الحيوان نضف، هنا نضف، هنا نضف، كله نضف، الارضية هنا نضفت كله اهو. نضفنا شوية عند الحمام كل يوم، كل يومين ثلاثة بننضف عند الحمام. تمام بس كده دول كلوا اهو، وعملنا هنا مقعدة. تقعد على المقعدة دي مستقنيس كده اه، بس اهم حاجة تقلع شبشبك. عملنا كده كام قعدة كده حلوين، يعني ايه لو في حد طلع فوق السطح يقعد براحته بس، وتقعد بردك ايه مع الحمام كده وبس. متنساش بقى تحط لنا لايك واشتراك في القناة. سلام.